السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب حلقة اليوم أنا حابة أرد على الأستاذ الكبير محمد البكيري على مقالته أو تغريدته اللي كتب فيها إنه إدارة الاتحاد إذا لم تحصل على الكفاءة المالية فهي ورطت نفسها مع اللاعب كورناتو أو في عقد اللاعب، ولو جابت مهاجم قبل حصولها على الكفاءة المالية فهي تعتبر ورطت نفسها في عقدين، يعني كده كده إحنا مو مستفيدين، اللاعب هيروح إعارة لغاية الحصول على الكفاءة المالية. وراح يكون ردي للأستاذ محمد البكيري رد بصوت عالي عن رأيي أنا أو بعض الجماهير، طبعا ردي لي راح يكون بكل احترام على كلامه. أوكي طيب، أول حاجة في أندية كتير وإحنا عارفين إنه عملت صفقات وعقود لاعبين قبل الحصول على الكفاءة المالية، وكل فريق تعاقد مع لاعب قبل الحصول على الكفاءة المالية أكيد عندهم حلول كتيرة. أنا ماني ضد الإدارة إن تجيب مهاجم، وقلت الكلام هذا 100 مرة وتريليون مرة. أنا ضد إنه الإدارة تعمل تعاقد تاني مع لاعب وهي لسه ما حصلت على الكفاءة المالية، يعني هيكون عندك عقدين للاعبين وإنت ما حصلت على الكفاءة المالية، فعندك حلين: يا إعارة اللاعبين حتى الحصول على الكفاءة المالية، يا عقوبات وزارة الرياضة والاتحاد مناقص. الأندية الثانية حصلت على اللاعبين قبل الكفاءة المالية، الله أعلم، لكن في نادي مثلا نقول النصر عندهم أبو بكر فينست، وأنا سمعت إنه شارك في التمارين وحصلت لي إصابة في الفخذ، وأنا قلت لكم من أول الحمد لله إنه ما صار معانا صفقة أبو بكر لأنه عنده إصابة مزمنة في الفخذ، وأخذوا النصر عليهم بالعافية وألف مبروك. طيب النصر ما حصل على الكفاءة المالية بس اللاعبين بيتمرنوا، هل هذه التمارين عشان يكونوا في المعسكر النصراوي وهتتم إعارتهم بعدين وهم ما حصلوا على الكفاءة المالية؟ طبعا مستحيل إدارة الاتحاد تظهر للإعلام أو الوزارة إنها إدارة ساذجة أو ما عندها فكر أو ما عندها حلول وتورط نفسها زي الإدارات السابقة، وإحنا عارفين إدارة مين واللاعب اللي تم التعاقد معاه وما لعب في فريق الاتحاد وطلب مستحقاته ورواتبه، هو أساساً ما داس السعودية. من غير ذكر أسماء، اللي عارف الكلام اللي أنا بقوله هيعرف أنا أقصد إدارة مين. لكن عندنا في الانتقالات الصيفية أو الصفقات الصيفية لازم كل نادي يعمل تعاقد وصفقة عشان يسد خانة الموجودة عنده والفارغة من اللاعب اللي يحتاجه النادي. يعني عندك تبحث عن اللاعب الجيد واللي عنده إمكانيات، خلاص يعني بمقولتنا الحق أو ما تلحق. عشان كده إدارة الاتحاد ما سوت التعاقد مع اللاعب إلا هي يا إنها عاملة ميزانية أو عندها ترتيب معين
أوكي راح تقوم فيه عشان تاخذ الكفاءة المالية. أنا أتمنى إنه إدارة الاتحاد تحصل على الكفاءة المالية وبعدين تجيب المهاجم. طيب، في ناس كتير بتطلب علي مبخوت. أنا ماني ضد اللاعب أو ماني ضد أي مهاجم، لكن علي مبخوت بارد، يعني أنا ما لفت انتباهي. هذا رأيي الشخصي، أنا بقول لكم رأيي الشخصي أنا. الناس اللي بتقول لو جاء علي مبخوت أو أي مهاجم تاني أنتوا تنافسوا على الهبوط، لا، إذا الاتحاد حصلت على الكفاءة المالية وما عليها أي التزامات ورجعت لخانة الصفر، أنا كمشجعة محبة للنادي بندري شاهين أتمنى مهاجم أوروبي كلاسيكي. صراحة مو طموحي علي مبخوت، لكن نجلس نضغط على الإدارة إنه هو اللي موجود. يعني أبغى أفهم إيش يعني اللي هو الموجود؟ لا، في أحسن منه. يعني أنا عندي كوروناتو وعندي لاعب أوروبي كلاسيكي مهاجم، أروح أجيب علي مبخوت؟ ولو ما حصلت الصفقة المهاجم، ما قدرت الإدارة تجيب الكفاءة المالية، فأنا عندي روما وعندي كورنادو وعندي رودريغيز وعندي لاعبين متميزين كتير. لكن إنه أنا أورط نفسي في عقدين وما أستفيد من اللاعبين وأعيرهم، يعني ديون فوق ديون وعقوبات، هذا اللي أنا ما أبغى نادي الاتحاد إنه يوصل لي. النصر تعاقد، الشباب، الأهلي، الهلال، سمعت أنا كمان اليوم الرائد تعاقد، ممتاز، بس في فرق قادرة تجيب الكفاءة المالية. أهم شيء تجيب اللاعب الأفضل لناديها وتسد الخانة الموجودة عنده، زي نادي الاتحاد لحد الآن خانتنا فاضية، المهاجم. فأنتوا كجماهير بسألكم، نحصل على الكفاءة المالية ونقدر نلعب بالمهاجم والصانع والنافس، ولا نجيبهم من غير الكفاءة المالية ويتركنوا على جنب وما استفاد الفريق هذا من غير العقوبات؟ كلام الأستاذ محمد البكيري قانونيا صح، وأنظمة الوزارة واضحة، خلص الكفاءة المالية جيب لاعبين. جبت لاعبين قبل الكفاءة المالية وديهم إعارة أو خليهم في بلدهم ما يدخلوا الموسم، لا، وعليها عقوبات. فأتوقع أن إدارة الاتحاد لما عملت الصفقة علشان تأخذ اللاعب الأفضل، لكن عندها أمور رتبتها لهذه الصفقة، من رواتب اللاعب، من مستحقاته، من سكنه، من جميع مستلزمات اللاعب. وعلى فكرة للمرة الأخيرة أنا بقول لكم، أنا لست ضد يكون عندنا داعم أمير، بالعكس هذه حاجة مرة حلوة كنا من زمان نتمناها، بس أنا ما هجزم إنه في داعم وأنا ما عندي أي دليل أو إثبات، ما أنا حابة أضحك على أحد. فأنا شايفة إنه الداعم الموجود الوحيد عندي وبين يدي في صورة مرئية لكل الناس والجماهير، أنمار والكعكة فقط. هذا اللي أنا حبيت أقوله وأرد على الأستاذ محمد البكيري، ويعطيكم ألف عافية وشكرا ليكم.